حاجه اسمها الرنجينه الخليجيه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنشقر الدقيق على النار، وعندي هنا بلح انا خليه من البذر، فهنحطه كده، وهحط زي ما قلت مقدار 150 جرام من الزبده. وبعدين هجيب الدقيق بتاعي بعد ما سخن انزل بيه على الزبده دي. بالظبط هيحتاج 2 كوب من زيت الزيتون، هبتدي انزل بيهم كده. اول ما يبتدي يغلي غلوه بسيطه هندلقه على البلح، بس كده، هي دي الوصفه.